وعايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، التحكيم. الحكم ده مش عارف انا ازاي احسن حكم في العالم. هوري لحضراتكم ثلاث صور ونتكلم فيهم مع بعض. انا شايف الثلاثه ضربات جزاء، نعرضهم ونشوف للنادي الاهلي. ممكن بعد اذنك نعرض الصور ونشوف. يلا بينا. لان الناس كلها بتتكلم على واحده، انا هوري لحضرتك اثنين كمان. نبص اول واحده اهي، دي ضربه جزاء ولا لا؟ دي بتاعه كهرباء. دي كل خبراء التحكيم ضربه جزاء طبعا، دفعه ما عدا كابتن جهاد جريشه. ما عدا الكابتن جهاد جريشه قال لك لا، كابتن ما قاليش انا، ده قال لي يعني مصر كلها بجد. اي حاجه هو برضه في ماتش الوداد. أيوة اي حاجه ضد الاهلي بيقول يعني لا ليه من منطلق ايه؟ وجهه نظر. خلاص وجهه نظر. وجهه نظر ماشي، وجهه نظر بس ما بقاش كل يعني ماشي. 99% بس دي دفعه ولا مش دفعه؟ دي فيها ايد ولا مش ايد؟ طبعا واضحه. لا دي بقول لك ايه، يا خبر ابيض اوريها لكم على فيديو. الفيديو ده اكيد شفته. شفته فظيع. طيب دي الفيديو ده لو بس للاسف ما نقدرش نجيبه. الفيديو ده لو تجيبه مش ممكن، الحكم نفسه هيدي نفسه احمر. معلش يا جماعه، دي برده مش اعذار بس دي معلش. لما الحكم يحسب لي في اول ربع ساعه ضربه جزاء الماتش اتسهل خلاص. صح. انا جبت الجون او يعني اكمل ضربه الجزاء الثانيه. هات الثانيه دي فيها دفعه من ورا ولا لا جوه المنطقه؟ دي ليه المحللين التحكيمين ما جابوهاش؟ هو زقه بالايد ده ولا زقه في ظهره ولا بيعمل هو ايه؟ هو السؤال الاكثر ليه الفار ما جابهاش؟ الصوره دي ستيل برضو مش عارف. لا هو زقه بايده في الشوط الثاني. دي الكوره كانت سريعه جدا، كانت سريعه وكهرباء وقع فيها دفعه واضحه. وكان يعني انا كنت شايفها انها ممكن تتشاف ثاني. يعني دي تاني. الفار ما كانش موجود تقريبا. هات اللعبه الثالثه. دي فيها شده لمحمد عبد المنعم ولا لا؟ دي وانا بتفرج على الماتش انا قلت لازم مليون في الميه لازم الكره دي لازم تتشاف فار. تتشاف فار بس لان اولا الكره كانت في اتجاه عبد المنعم وكان في بص الماسكه ديت والكره اصلا في الهواء. دي لو انا بريمير ليج ضربه جزاء يعني، لانه بيرجعوا للحاجات دي مهمه جدا. ثلاث ضربات جزاء يا كباتن، ثلاث ضربات جزاء. ده اللي احنا بنساله، لماذا لا ينظر الفار لاي حاجه تخص النادي الاهلي؟ علامة استفهام كبيرة جدا جدا جدا. وبنلعب